للمنتخب الأرجنتيني. صاحب الهدف هو خافيير سافيولا، حققه خلال الشوط الأول. كرة عرضية من سويكر، كامبياسو يبعد الخطر، رمزي سويكر مع بلاسنتي، يلتحق كامبياسو، سويكر إلى طارق التايب، ممتازة طارق التايب، يدخل منتخب الجزائر، طارق التايب، طارق التايب يحافظ على الكرة، التايب رائع، التايب جول رائع، طارق التايب رائع، هدف ليبيا، هدف التعادل للمنتخب الليبي، هدف التعادل ممتاز من طارق التايب الذي يعدل أمام المارد الأرجنتيني. ليبيا هدف، الأرجنتين هدف في طرابلس الليبية. ممتاز هدف طارق التايب. منذ بداية المباراة أتحفنا طارق التايب بعدة تمريرات ومراوغات رائعة، وها هو يعبث بدفاع الأرجنتين وحارس الأرجنتين كابايرو على مرأى من المدرب مارسيلو بيلسا. ابتعد عن بلاسنتي، ابتعد عن هاينز، وأسكن الكرة في شباك الحارس الذي عجز عن التصدي، حارس سيلتا فيغو الإسباني والمنتخب الأرجنتيني وكابتن المنتخب الأرجنتيني بابلو كابايرو. تهتز جماهير ملعب طرابلس لهذا الهدف الرائع، هدف لهدف بين ليبيا والأرجنتين. سافيولا يحاول أن يرد الفعل لكن موجود عمر المرمي.